مساحة جدا مهمة وهي العمل الإنساني أكيد، والأنشطة أنشطة فريق جاردينيا التطوعي سواء بالعيادة النفسية الإلكترونية والصيدلية أيضا الإلكترونية اللي رح نتعرف عليها اللي تم إطلاقها بالثامن والتاسع من الشهر الحالي. والحديث حول هذا الموضوع مع المسؤولة الإعلامية بفريق جاردينيا التطوعي والإعلامية رانيا شحيدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، صباحكم سعيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح النور. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن بلشتوا من 2017 لليوم. فريق جاردينيا تأسس ب 30/4/2017. اجت فكرة هي التأسيس، طبعا نحن بنعرف عنا عادات وتقاليد اجتماعية موروثة أحيانا تكون خاطئة، فأتت هي الفكرة من هون بلشنا نحن. اجتمع عدد من الطلاب والمختصين بكافة الاختصاصات، وكانت الأولويات أول شيء نبلش على مواقع التواصل الاجتماعي ننشر الوعي ونصحح المفاهيم الموروثة أو الخاطئة. وكان في عنا عدة أهداف، يعني هنحكي هدفين ثلاثة. الهدف الأول كان نحن أنه الدعم النفسي والاجتماعي والمعرفي للأطفال واليافعين ودعم الشباب. تعرفوا نحن كمان 10 سنين حرب كانت ترتبت علينا آثار نفسية، والشباب كثير كمان صار عندهم حالات، فنحن بدنا ندعم هي الطاقات الشبابية ونوصفها بالاتجاه الصح. فكانت هي الفكرة. نحن بلشنا نعمل، بعد هي ضلينا فترة ننشر هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين بلشنا على أرض الواقع وكان عندنا عدة مبادرات. المبادرة الأولى كانت هي المبادرة التعليمية والمبادرة الطبية، كانت موجهة هي المبادرة لذوي الشهداء وذوي المفقودين. طبعا طلع عدد من الأطباء على كافة من كافة المحافظات السورية والمعلمين أيضا لمساعدة ذوي الشهداء وذوي المفقودين. في عنا كانت كمان بعد هاي المرحلة كمان أطلقنا مبادرة لكي أنت، وهي المبادرة استمرت 14 يوم. حلو. كانت عم تحكي عن المشاكل الطبية اللي بتخص المرأة، وعالجنا فيها 7 قضايا كمان اجتماعية كمان بتخص المرأة. بعد هاي المبادرة كمان نحن أطلقنا مبادرة من حقك، هي تابعة لهي المبادرة، وهي مبادرة من حقك حكت عن ركزت على موضوع الابتزاز والتحرش الجنسي وكثير أخذت صدى. ونحن كان عندنا مسارين بهي الحملة، مسار النفسي أنه نحن ندعم نفسيا الضحية والمعتدى عليه، ومسار الثاني هو مسار قانوني. حلو. نوعي الصبايا أو أي امرأة تعرضت للتحرش حقوقها بتجريم المعتدي. نعم، يعني عدة مبادرات. نعم. رانيا قمتوا فيها ومشكورين على هيدا الجهود المبذولة. كثير من الأشخاص اللي عم يسألنا شو هي العيادة النفسية الإلكترونية وشو هي الصيدلية أيضا، يعني هذا المصطلح يمكن أحيانا حتى أنا كمان بدي أعرف. طبعا هلا نحن قبل جائحة كورونا كان عندنا مبادرة على أرض الواقع، هي كمان مبادرة نفسية يعني. حلو. فتوقفت طبعا بسبب جائحة كورونا، فخلال فترة الحظر نحن أكيد ما رح نقعد هيك يعني. فنحن كمان مكون الفريق من 40 عضو على كافة المحافظات السورية، لأنه نحن بدنا نرخص مؤسسة طبعا. فأتت الفكرة أنه نحن ما قدرنا نعملها على أرض الواقع، فبدنا نعمل شيء يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. حلو. فأتت الفكرة أنه نحن نطلق هي العيادة النفسية، بتهتم بعلاج الحالات المتأزمة من فقدان. تعرفين نحن كمان بحالات الحرب كل أسرة سورية فقد عزيز عليها، بنهتم بعلاج هي الحالات. طبعا بنهتم بعلاج الحالات الاكتئاب الحزن والحالات النفسية الشائعة كما نعرف عند الشباب. طبعا هي نحن بنعتمد على بالمنصة عندنا استمارة إلكترونية، بيدخل الزائر أو المريض بيعبي هي الاستمارة وبيذكر الحالة المرضية، والمشرف المنصة النفسي طبعا معنا اختصاصيين نفسيين بيطلع على هي. الأستاذ شادي الإدلبي هو أخصائي نفسي بيقرأ الاستمارة وبشوف شو هي الحالة وكيف بدها تتم علاجها، وطبعا بيخبر المريض أو زائر المنصة. نعم، بهي الأمور.
خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي. بالعمل التطوعي قديش له أهمية كتير كبيرة طبعاً. قديش بيعطي طاقة إيجابية لكل شخص عم يتطوع، يوم ما يعطي مثلاً الراحة والسعادة للشخص الآخر قديش هذا الشيء بيرجع له شعور بالسعادة والامتنان. خلينا نحكي على روح العمل الجماعي عنكم. طبعاً كتير شغلة حلوة، ونحن كفريق ما يعني عاملين أقسام، كل قسم له اختصاصه. ونحن مثل ما قلنا عندنا اختصاصات، طب، صيدلة، هندسة، كل الاختصاصات موجودة عندنا. فهي الروح بالعكس، نحن كتير حتى وقت الحجر طبعاً ما كنا كتير أنه قاعدين بالبيت، بالعكس عندنا شغل يعني نحن، ومبسوطين وعم نتواصل مع بعض وعم نفكر شو بدنا نعمل. هي طبعاً بتعطي طاقة إيجابية كتير عالية، وأنه نحن لسه فعالين. نحن صحيح قاعدين بالبيت ومحجورين، بس نحن فعالين. هي بتعطي طاقة إيجابية حتى الكل المتطوعين بيحسوا بقيمتهم. يعني كتير شغلة حلوة إنه تقدري تساعدي ناس أو تقدمي أفكار حلوة. كمان أطلقنا صيدلية جاردينيا. هي الصيدلية كمان هي الكترونية، بتحكي عن المساوئ، بنشرح طبعا معنا اختصاصيين وصيادلة، بنشرح فيها مساوئ أخذ الدواء بدون استشارة طبية. حلو. فبنشرح لهم، واي سؤال في كمان احيانا بنعرف نحن والصيدلي والمريض احيانا بتصير في قصص وروايات، كمان ممكن انه نحن نحكي لهم اياها للمتابعين معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان اطلقنا مكتبه جاردينيا، هي فكمان بننزل كتب على المكتبه بكافه الاختصاصات. كمان هي شغله حلوه، كلها هي كانت باوقات الحجر يعني نحن عم نشتغل. يعني مشكوره هيدي الجهود المبذوله. يعني بدنا نتشكر كثير وجودك معنا زميلتنا الإعلامية رانيا. شكراً وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي، شكراً كثير. شكراً أكيد بنتشكرك ومتشكر الفريق كله على جهودكم الكبيرة، ومنشوفك بحلقات قادمة وبإنجازات كثير كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا إنجازات كثير إن شاء الله، ونطرحها قريباً. شكراً كثير للإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك.